أهلا بكم. حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة في اليمن، ودعت إلى تحرك عاجل لتقديم حوالي ملياري دولار لتجنب كارثة إنسانية. يأتي هذا التحذير في وقت أعلنت فيه دول عدة عن تعهدات بمليار ومائة مليون دولار في المؤتمر الدولي بجنيف لجمع تبرعات تلبي تمويل خطة الاستجابة الإنسانية باليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف أمام هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل تلبي المساعدات حجم الكارثة الإنسانية في اليمن؟ وما هي طرق تيسير وإيصال هذه المساعدات إلى المحتاجين؟ نجحت الأمم المتحدة إذن في جمع نحو مليار ومائة مليون دولار من المانحين الدوليين، بينما كانت تأمل في أن يصل الدعم إلى أكثر من ملياري دولار، وهو المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام في بلد يشهد واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم. لا يجد 7 ملايين إنسان قوت يومهم، فيما لا يزال قرابة 2 مليون طفل يعانون من سوء التغذية. وأمام أزمات تتعاقب يوما بعد آخر، تستمر التساؤلات حول إمكانية أن توقف هذه المساعدات التدهور الذي آل إليه الوضع في البلاد. نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود للنقاش مع ضيوفنا. في بلد يعاني من كوارث إنسانية تتصدر مشاهده اليومية، لا يسير الوضع إلى الأفضل، فالخوف والموت هما سيدا الموقف. حرب لم تستثني أحدا، وجوع ترتفع معدلاته كل يوم، هكذا أصبحت الصورة بعد 2 عامين من الحرب. المشاهد ازدادت دموية منذ اجتياح الحوثيين لمعظم المحافظات، ومنذ ذلك الوقت والمنظمات الحقوقية لا تكف عن إطلاق نداءاتها الإنسانية المتكررة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن طفلا دون السن الخامسة يموت كل 10 دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها، غير أنه لم يتم تدبير سوى 15% من المبلغ المطلوب للإغاثة في اليمن. 1.1 مليار دولار كانت هذه حجم مبالغ المساعدات التي تعهدت بتوفيرها 40 دولة ومنظمة، وذلك في ختام مؤتمر استمر يوما واحدا في جنيف. أنقذ الأطفال، الموقف كارثي، وكل من قابلناهم وصفوا أن الحياة أصبحت غير محتملة في اليمن. هذا ما أكده أيضا مدير عمليات الصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط روبرت مارديني، الذي وصف الوضع بأنه أصبح شبيها بصراع منسي. ستيفن أوبراين مسؤول إغاثة الطوارئ في الأمم المتحدة دعا دول الخليج إلى اتخاذ إجراء يحول دون حدوث مجاعة حقيقية، وقال أوبراين إن الأمور تتطور بسرعة في اتجاه التحول إلى أسوأ كارثة إنسانية على الإطلاق ما لم يتم تجاوز الأمر. وفي ظل مناشدات دولية لإنقاذ الموقف في اليمن، كشفت وزارة الخارجية السعودية في تقرير لها أن المساعدات السعودية بلغت قرابة 8 مليارات دولار خلال 2 عامين، وتم تقديم تلك المبالغ في مجال الأعمال الإنسانية وأعمال التنمية حد قول البيان. وأمام مليارات خصصت للمساعدات الإنسانية، يتساءل مراقبون هل تكفي المساعدات التي جمعت لإنقاذ بلد يقطنه الملايين، فيما يتساءل آخرون إلى أين تصل هذه المساعدات؟ مجددا الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من صنعاء عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ عدنان. يعني ما هو مستوى الرضا أنتم كمنظمة إغاثة كصليب أحمر؟ ما هو حجم الرضا بالنسبة لكم لنتائج مؤتمر الاستجابة الخاص بالاحتياجات الإنسانية لليمن؟ أعتقد أنه مهما كانت الاستجابة الإنسانية أو كذلك التعهدات التي تم ذكرها في المؤتمر، أعتقد أن حجم الاحتياجات كبيرة جدا. نحن في اللجنة الدولية الصليب الأحمر نقولها بصراحة أن ما نقدمه هو نقطة في بحر نتيجة لوجود احتياجات هائلة بشكل كبير، وخاصة في مجال الغذاء والمياه والرعاية الصحية. طيب، يعني تحدثتم أنتم في تقرير أخير أن نسبة من يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية يقدر بنحو 70% من سكان اليمن. كم ستغطى نسبة من سيحصل على المساعدات وفقا لهذه النتائج، نتائج المؤتمر الأخير؟
أعتقد أن بالفعل أن هناك أكثر من 70% من اليمنيين من يعانوا بشكل يومي للحصول على الاحتياجات الأساسية من ماء وغذاء وكذلك رعاية صحية. أعتقد مهما بذلت الجهود الإنسانية أو مهما بذل في التخفيف من معاناة اليمنيين لا يغني في الأخير عن أن يكون هناك حل سياسي ينهي المعاناة من أصلها. لأنه ونكون بصراحة نحن كمنظمة إنسانية وخاصة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر استجابتنا هي عاجلة وتقتصر على التدخلات البسيطة والممكنة كما يعلم الجميع. يعني نحن نعمل في أثناء النزاعات في بيئة فيها الوضع الأمني غير مستقر، هناك مخاطر، هناك تحديات. أكبر التحديات هي أن هناك الاحتياجات هائلة، كذلك التحديات الأمنية التي تواجهنا خلال عملنا في اليمن. نعم، طيب الآن هناك حديث عن تغطية أو أن المبلغ المقدم من المانحين لن يلبي سوى احتياجات حوالي 12 مليون. بالنسبة للبقية كيف سيكون الوضع؟ أعتقد أنه يجب أن يكون هناك التفاتة كبيرة جدا من المجتمع الدولي، كون أن هناك لا يوجد مؤشرات في الوقت الحالي لأي حل سياسي. فالوضع الإنساني إذا كان اليوم كارثي سيكون خلال الفترة القادمة أكثر من كارثي، وستكون الحالة الإنسانية في اليمن من أسوأ الحالات التي موجودة حاليا في مناطق الصراع. فيجب على المجتمع الدولي أن يتنبأ لذلك، وعلى الأقل أن يساهم بما يمكن أن يساهم به في التخفيف من معاناة ملايين اليمنيين. طيب أستاذ عدنان، كان هناك نوع من الحديث في خلال مداخلة ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المؤتمر عن جناح أو من هم غائبون بداخل السجون، من هم مختطفون وما شابه. هل هناك نوع من التخصيص لمساعدة أهاليهم مثلا والتعاون مع أهاليهم والانتباه على من اختطفوا وباتوا تحت السجون ولا يعرف عنهم شيء؟ أعتقد أن ملف المعتقلين من أبرز اهتمامات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فنحن في مكاتبنا سواء في صنعاء أو عدن أو تعز أو صعدة نستقبل بشكل يومي طلبات من أسر يبحثون عودة عن أولادهم وكذلك عن آبائهم وأخوانهم المعتقلين نتيجة للصراع الدائر حاليا في اليمن. نحن في حوار دائم مع جميع الأطراف. خلال العام الماضي تمكنا من زيارة 11,000 معتقل. هدف زيارتنا اللي يعلمه الجميع هو للإطمئنان على حالة اعتقالهم وكذلك ضمان تواصل المعتقلين مع أسرهم. طيب بالنسبة للصليب الأحمر أستاذ عدنان، هل يعني أنتم مشمولون ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي قدمتها الأمم المتحدة؟ أعتقد ما يخص الأمم المتحدة يخص يمكن أن يتحدثوا عن ذلك. بالنسبة لنا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كان لدينا مخطط للعام الحالي بمبلغ 45 مليون كميزانية لتنفيذ تدخلاتنا الإنسانية، ولكن نتيجة للزيادة لسوء الوضع تم زيادة الميزانية إلى 91 مليون. قد تكون ليست كافية، ولكن نحن نحاول أن نكون عقلانيين ومنطقيين بما ما يمكن أن نقدمه وما يمكن أن نكون صادقين وشفافين سواء مع المانحين أو من نساعدهم. نحن طريقة عملنا كما يعرفها الجميع هي نقوم بالتدخلات بإشراف مباشر من زملائنا في الميدان، سواء فيما يخص التدخل في مجال الصحة أو الغذاء أو ما يخص المياه وكذلك ما يخص ملف المعتقلين. إذن أشكرك، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة وعضو اللجنة الإغاثية العليا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أستاذ عبد الرقيب تسمعني؟ أستاذ عبد الرقيب؟ إذن سنحاول إعادة التواصل مع الأستاذ عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة و
عضو اللجنة الإغاثية العليا. إلى ذلك الحين أعيد التذكير بما قاله الأستاذ عدنان حزام المتحدث باسم الصليب الأحمر في اليمن، تحدث على أنه هناك معاناة بشكل يومي للحصول على المواد الأساسية في اليمن، هناك جهود مستمرة من قبل الصليب الأحمر لمحاولة إيصال هذه المساعدات، وأكد على أن التقرير تحدث على أن نسبة من يحتاجون في للمساعدة في اليمن هم حوالي 70% من سكان اليمن، وقال يعني أن هذا الرقم الذي تم جمعه في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جنيف ربما لن يكون كافي لتغطية كافة الاحتياجات، والاحتياجات تستمر في التزايد خصوصا مع استمرار الوضع الصعب واستمرار الحرب التي تشهدها اليمن. تحدث عن ضرورة إيجاد نوع من الحل السياسي لإيقاف ما يحدث بداخل البلاد من تدهور في الوضع الإنساني، تحدث على أنه نوعية الاستجابة التي يقدمها الصليب الأحمر الدولي في اليمن هي من الاستجابة العاجلة والتي تقتصر على ما هو ممكن. إذن يعود للانضمام لنا من الرياض الأستاذ عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة وعضو اللجنة الإغاثية العليا. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. أهلا بكم وشكرا لقناة القيس على الاستضافة. أهلا بك أستاذ عبد الرقيب. إذن أنتم في الحكومة في اللجنة العليا للإغاثة تعنون يعني أنتم المعنيون الأوائل بالاستجابة الإنسانية وبهذا الملف، ما هو تقييمكم لنتائج مؤتمر الاستجابة الإنسانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة أعلنت أن مؤتمر الاستجابة الإنسانية بتقييمها أنه ناجح وأنه إن شاء الله يلبي كثير من الاحتياجات، خاصة يوم أن قدمت منظمات الأمم المتحدة الكثير من الاحتياجات في العديد من القطاعات. ما هي أبرز هذه القطاعات أستاذ عبد الرقيب؟ القطاعات المختلفة شملت الصحة، شملت أيضا سوء التغذية، شملت أيضا اللاجئين، وشملت أيضا مخيمات الإيواء، شملت قطاعات متعددة. نعم. طيب الآن بعد جمع هذه المبالغ تحدثت الحكومة على أن الأمم المتحدة هي من ستعنى بإيصال هذه المساعدات، لكن هل هناك إشراف حكومي من قبلكم يعني أنتم في الحكومة وكذلك في اللجنة الإغاثية العليا على إيصال هذه المساعدات للمستحقين في اليمن؟ طبعا أخي الحبيب، موضوع المساعدات وهي مقدمة للمنظمات الأمم المتحدة، جاءت هذه المساعدات بناء على دراسة قامت بها الشركاء الدوليين في اليمن، كانت الدراسات واضحة ومن خلال حتى شملت المديريات ولذلك كانت عميقة كثيرا، والحكومة تبدي استعدادها لهذه المنظمات وستكون شركة فاعلة، أضف إلى ذلك ستكون مراقبة على التنفيذ والتواصل أيضا مع الشركاء والمانحين، فإن شاء الله الخطة ستنفذ، خاصة أن هناك قد تم تنفيذها بما يعادل أكثر من 13%، أضف إلى ذلك أن هناك استجابة من بعض المنظمات خارج نطاق الخطة، والأمور إن شاء الله تتحسن كثيرا. حضرتك تحدثت عن استجابة من خارج إطار هذه أو خارج إطار هذا المؤتمر إن صح فهمي لذلك، هل من وسائل أخرى أو طرق أخرى تعتمدها الحكومة للتواصل مع المانحين لتغطية الاحتياج الإنساني في اليمن؟ الحكومة تسعى مع شركائها سواء في المنظمات الدولية أو عبر مكتب لمجلس التعاون الخليجي ومركز الملك سلمان، وهو الشريك الأبرز والداعم الرئيسي من خلال سنتين متواصلتين ويقدم الكثير من الدعم. أضف إلى ذلك هناك أيضا لقاءات مع منظمات الأمم المتحدة وكثير من المشاريع وتسهيل أيضا عملها.
كما أيضا تطالب الحكومة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ غافة المناطق التي تحت سيطرة الإنقلابيين، وتطالب أيضا بإدانة التصرفات التي تقوم بها تلك الميليشيات، عملية السطو على كثير من القوافل الإغاثية وبيعها وتوزيعها عادة على مناصريهم، وهذا الذي يجعل الأمم المتحدة ومنظماتها أمام حرج كبير، خاصة عند طالبهم بأن يصدروا الكثير من البيانات التي تزيد تلك التعسفات. طيب أستاذ عبد الرقيب، الآن يعني إذا ما تحدثنا عن المساعدات السعودية بشكل خاص، وأنت تحدث على أن هناك من يتواصل معكم بشكل مباشر ولم يكن بالضرورة في المؤتمر، يعني بهذا الخصوص كان هناك بيان لوزارة الخارجية السعودية حول منح اليمن 8 مليارات ابتداء من شهر أبريل 2015 وحتى أبريل من هذا العام في مجال يعني للمساعدة في مجال الأعمال الإنسانية وكذلك للتنمية. أنتم هل كان لديكم إشراف على الوصول هذه المساعدات يعني مستحقيها خلال الفترة السابقة؟ طبعا نحن في الحكومة نقدر جهد الأشقاء في المملكة العربية السعودية وأشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي على تقديمهم الكثير من الإغاثة، وخاصة في قطاعات شملت الصحة والأمن الغذائي والتغذية والمخيمات والإيواء وحماية المدنيين والإنعاش المبكر، وكذلك ساهمت كثيرا في تخفيف الكثير من المعاناة في المناطق المحررة والغير محررة. بلا شك أن الحكومة موجودة من خلال لجنة العليا للإغاثة، وهي تتواصل مع المركز الملكي ومع شركائها وتقدم لهم البرامج، وأيضا توصل حتى المنظمات المحلية والدولية للتواصل مع تلك مع المركز الملك سلمان والشركاء. طيب، ما بين اللجنة العليا للإغاثة كجهة أبرز بالنسبة للحكومة اليمنية في التعامل مع الملف الإنساني، وما بين المركز الملك سلمان للإغاثة الذي يعتبر الجهة الأبرز في التعامل للملف الإنساني في اليمن من الجهة السعودية، كم هو قدر المنح المالية التي تم إعطاؤها من مركز الملك سلمان لليمنيين؟ ما نوع المنح الذي تقصد؟ أقصد إجمالي المنح الإنسانية بشكل عام والتنموية كمساعدات. تقصد ما أم قطاعات؟ في كل القطاعات بطبيعة الحال. وتحدث الإخوة كما رأينا في الإخوة المملكة العربية السعودية قدمت هذه المبالغ وعرضتها، أضف إلى ذلك أن هناك مبالغ من 2014 إلى الآن تتجاوز 14 مليار دولار، حيث أنها ساهمت في فترة سابقة في تزويد اليمن بالمشتقات النفطية، ساهمت أيضا في وضع ودائع للبنك المركزي وحماية العملة من الانهيار، ساعدت كثيرا في دفع مرتبات الدولة. إلى اللحظة المملكة العربية السعودية هي الأبرز وهي الشريك الحقيقي بمساندة اليمن ودعمنا في كافة القطاعات المختلفة. طيب، هل من رقم معين خلال هذين العامين الأخيرين بالنسبة لما يعني تم التعاون به ما بين مركز الملك سلمان وكذلك للجنة العليا للإغاثة، هل من رقم معين لديك الآن؟ الرقم المعين موجود لدى اللجنة العليا للإغاثة وسيتم الإعلان عنه بشكل تفصيلي في منتصف هذا الشهر إن شاء الله. هناك مؤتمر صحفي للجنة العليا للإغاثة مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية لدول مجلس التعاون الخليجي، أيضا سيتم الإعلان عن ما تم دعمه، وسيتم أيضا هناك سيعلنون عن دعم حقيقي سيقدم في الفترات السابقة وهو خارج نطاق الاستجابة للأمم المتحدة، وسيكون التنفيذ مباشرة عبر تلك الدول وعبر مركز الملك سلمان. تقصد في منتصف شهر مايو، أليس كذلك؟ نعم. إذن أشكرك أستاذ عبد الرقيب الحيدري وكيل وزارة الصحة وعضو اللجنة الإغاثية العليا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من صنعاء مسؤول النظم الصحية في منظمة الصحة العالمية باليمن الدكتور جمال ناشر. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بالجميع، تحياتي للحضور الكرام، حياك الله دكتور، المشاركين في هذا البرنامج، والشكر موصول لقناة بلقيس
على إتاحة هذه الفرصة. شكرا لتواجدك معنا دكتور. إذا تحدثتم أن قيمة ما تحتاجه منظمة الصحة لتمويل برامجها العملية في اليمن قد يصل إلى 216 مليون دولار، وكان إجمالي ما تم التعهد به في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الخاص باليمن يقدر بحوالي 1.1 مليار دولار. كم هو المبلغ الذي سيصلكم وما هي نسبة الرضا بالنسبة لكم؟ شكرا كثيرا. في البداية أود أقول أنه أتى المؤتمر المانحين الذي عقد خلال اليومين الماضيين في وقت يتزامن فيها الأوضاع الصحية والإنسانية مرحلة حرجة وصلت فيها في اليمن. فكان يعني من منظومة الأمم المتحدة أن تدعي مثل هذا المؤتمر ومشاركة المانحين فيه من الضرورة لأجل تلبية النداء، أو خلينا نقول النداء الإنساني بالنسبة لليمن والاحتياجات العاجلة. أود أقول أنه احتياجات منظمة الصحة تقريبا هي 126 مليون دولار لعام 2017، لكن احتياجات الصحة كمجموعة صحة، وهذه تشمل كل المنظمات الدولية والمحلية والمنظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال الصحة، يصل إلى 322 مليون دولار. فنتمنى إن شاء الله من المبلغ الذي تم التعهد فيه وهو تقريبا 1.1 مليار أنه يكون هناك تخصيص كبير لقطاع الصحة من أجل تلبية الاحتياجات الضرورية. طيب الآن أنت تحدث عن 322 مليون دولار، هذا إجمالي مع المصاريف التشغيلية وإلى آخر، يعني كل الأمور حتى المساعدات التي ستصل إلى من هم بحاجة إليها في قطاع الصحة. نعم نعم، أود أقول أنه الاحتياجات في مجال الصحة هي كبيرة. يعني طيب ما هي طبيعة هذه الاحتياجات؟ يمكن أستطيع تفصيلها بشكل بسيط. هناك 18.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، منهم 14.8، خلينا نقول 15 مليون شخص هم بحاجة للحصول على خدمات الرعاية الصحية. يمكن الخدمات هذه اللي محتاجينها أكثر هم النازحين، الذي تقريبا يقدر عددهم ب 3.2 مليون شخص تم نزوحهم خلال العامين الماضيين، و 2 مليون لم يستطيعوا العودة إلى أماكنهم الأصلية. منهم الذي بحاجة إلى هذه الأموال، أو لمن ستصل هذه المساعدات، أو ما هو مجال عملنا نحن كمنظمة صحة عالمية. نحن نركز على 14 مليون هؤلاء الشخص المحتاجين للمساعدات، تتوزع بعدين هذه المساعدات على عدة مجالات عمل يمكن أستطيع تفصيلها. لكن أود أشير هنا أنه يعني لم تأتي هذه الاحتياجات إلا بالفعل لاحتياج عاجل واحتياج ضروري من أجل تعزيز الخدمات الصحية التي انهارت خلال العامين الماضيين. طيب الآن هناك يعني حديث عن احتياجات لمستشفيات لإعادة ترميم، كم هي نسبة هذه المستشفيات من إجمالي مستشفيات البلاد؟ من خلال بياناتنا ومن خلال المسوحات التي عملتها منظمة الصحة العالمية بباقي لشركائها، 45% فقط من المرافق الصحية تعمل بشكل كلي. بالنسبة للخدمات، هناك خدمات المومة والطفولة، الخدمات الإسعاف، خدمات الطوارئ، لا تقدم إلا تقريبا في 33% فقط من إجمالي المرافق، يعني واحد من بين كل 3 مرفق يقدم هذه الخدمات. الوضع يمكن أسوأ بالنسبة للخدمات، مثلا الاستجابة للأمراض غير الأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، أمراض الكلى، السرطانات، هذه يمكن ما تصل إلى 21% فقط من مرافقنا تستطيع تقديم الخدمات الصحية. بالنسبة لما تم حدوثه خلال العامين الماضيين، يعني هناك مؤشرات كبيرة، مؤشرات خطيرة لو تشوفها ممكن انها يعني تبين مدى الضرر الذي موجود لدى عامة الناس. هناك انتشار لمرض الحصبة، سوء التغذية تقريبا يعاني منه 4.5 مليون طفل، الكوليرا والإسهالات الحادة يمكن أصيب فيها 23,000 شخص خلال العامين الماضيين، ونتجت عنها تقريبا 108 وفاة. اليوم نتكلم على جانب مهم جدا أيضا، الذي هو جانب سوء التغذية ونقص الغذاء. يعني اليمن إذا لم يتم الاستجابة أو يعني ما استطعنا أن نصل بالغذاء، ما استطعنا أن نصل بالخدمات العلاجية للمحتاجين من الأطفال تحت دون السن 5 والنساء في سن الولادة، ستواجه اليمن خلال فترة بسيطة خطر المجاعة في عدة محافظات، وهذه لها مؤشرات كثيرة
أذكر منها المحافظات التالية: الحديدة، حجة، تعز، إب، رمار، لاحج، عدن، أمانة العاصمة وحضرموت. نعم، إذن أشكرك مسؤول النظم الصحية في منظمة الصحة العالمية الأستاذ أو الدكتور جمال ناشر، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، كما هو الشكر موصول لجميع من كانوا معنا، وهو لكم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل محمد عبد المغني وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.